الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر من المسلمين. كتاب فقه الأسماء الحسنى تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. اسم الحي القيوم. نحن انتهينا من اسم الله وانتهينا من الرب وانتهينا من الرحمن الرحيم، وهذا الآن مع اسمي الله عز وجل الحي القيوم. ولقد جاء معا مقترنين في أعظم آية من آيات القرآن الكريم، كما جاء في حديث أبي بن كعب قال: أي القرآن معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك لعلم أبا المنذر. وآية الكرسي: من قرأها من نهاره فمات دخل الجنة، ومن قرأها من مسائه فمات دخل الجنة. شريطة أن يكون يعلم ما فيها من التوحيد ويعمل به. نعم. وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاث مواضع. أولهما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت يعني ذلت، وعنت الوجوه للحي القيوم. وسبحان الله، هذه الآية من عظمتها: إذا كنت ترقي مريضا ولو عليه مارد من المردة واستحضر عليه فقرأت هذه الآية تجده يخور ويجلس. وعنت الوجوه، الألف واللام تفيد الاستغراق، كل الوجوه تذل للحي القيوم تبارك وتعالى. نعم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم. نعم. ولا يلحقها زوال ولا فناء. نعم. ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله. ولذلك هذا الكلام الجميل ترد عند بعض الناس لما يتكلم عن أسماء الله الحسنى، يقول حسنى أي بلغت في الحسن منتهى. هذا غير صحيح اللفظة هذه، لأنك كأنك جعلت لحسن كلمات الله إيش؟ منتهى، صح؟ لكن تقول بلغت منتهى الحسن. بلغت إيش؟ الآن بعض الناس لما يتكلم عن أسماء الله الحسنى يقول حسنى أي بلغت في الحسن منتهى. نقول هذا غير صحيح، لأنك قد جعلت لحسنها ماذا؟ منتهى. والصواب أن تقول فإنها بلغت منتهى الحسن. منتهى ليش؟ الحسن. نعم. إلى غير ذلك من صفات كماله، ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي، أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا، إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. وإن كان الجماد لا حياة فيه لكنه يسبح، ولذلك قال ربنا عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد سبح الحصى في يد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال: إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن أبعث. نعم. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. واسمه تبارك وتعالى القيوم فيه إثبات القيومية صفة لله،
وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما، والقيوم يعني القائم بنفسه المستغني عن عباده والقائم بأمور أيضا عباده، هذا معنى القيوم. نعم. فهو اسم دال على أمرين، الأول كمال قيوميته تبارك وتعالى. نعم. أيوة. كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. طيب، هنا في هذا الحديث وفي قوله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، كيف يجمع بينهما؟ نقول: ليس معنى الإيذاء أن يصل إلى الضر، ممكن إنسان يؤذيك بلسانه لكنه لا يضرك، فنقول هنا أن يؤذيني ابن آدم معناه أنه يتعرض من جهله إلى الله عز وجل بنسبة الولد له، كما جاء في الحديث: يجعل لي ولدا وأنا ليس لي صاحبة ولا ولد. وأيضا قال الله عز وجل: إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فنقول هنا الإيذاء لكنه لا يبلغ ماذا؟ لا يبلغ الضر. نعم. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. وغناه سبحانه عن خلقه لن تبلغوا ضري فتضروني. ضري. نعم نعم نعم. وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غنى عنهم من كل وجه. الثاني كمال قدرته وتدبيره. وفيها وجهان أيضا بالفتح والضم لغتان: ضري وضري. نعم. أيوة. الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه. ولذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك تتعجب من بعض الناس يوسوس في الرزق، ومن الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها الناس من ألفاظهم من المناهي اللفظية أنه يقول: فلان قطع رزقي. هذه الكلمة لا تسوء ولا تجوز، لأن الله عز وجل قد كتب لك الرزق وأنت عمرك في بطن أمك 120 يوما جنينا حملا، من حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم، ثم يبعث الله الملك ويؤمر بكتابة 4: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وجه الدلالة هنا: هل لما إنسان الآن جزاك الله خير يمر فتأتي سيارة تصدمه نقول والله فلان قطع عمر هذا، ولا ايش نقول؟ استوفى أجله. نفس الكلام بالضبط في مسألة الرزق، إن كلها كتبت مع بعض: الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، كلها كتبت مع بعض. إذن ما الذي يحدث هنا؟ نقول أن رزقك هنا في هذا المكان قد انتهى، ليفتح لك في مكان آخر. ولأحد يقول فلان قطع رزقي إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفث روح القدس في روعي، يعني في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، فما أحد يأخذ رزقا من أحد. يقول أحد الناس: يقول رأيت يوما قطا أخذ قطعة لحم مني فتبعته، فإذا به يذهب إلى جحر ليلقمها لحية عمياء، ليلقمها لحية عمياء. فانظر الله عز وجل الذي سخر هذا القط ليأخذ هذا اللحم من هذا الشخص لكي يلقمه لهذه الحية التي هي في قعر جحرها. فصدق الله من أصدق من الله قيل: وما من دابة، نكر في سياق جملة الشرط في ذي العموم، وما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقها، الأمر منتهي تماما. فلا أحد يقول فلان قطع رزقي ولا الله أنا رزقي قليل إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. هذا الذي قدره الله لك وهذا الذي كتبه الله لك وأنت في بطن أمك 120 يوما طفلا جنينا. نعم. وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. في رجل كان ملياردير في الكويت اسمه جاسم المطوع، ما هو جاسم المطوع اللي عنده محاضرات تربوية إلى غير ذلك، لا، جاسم المطوع هذا ملياردير، كان يقول إذا دخلت سوق المناخ في الكويت تتغير الأسعار، أنا أقول لها دوري الدور. مرت الأيام فإذا هو الآن مديونير يعيش على 500 دينار من الرعاية الاجتماعية في الكويت. الحمد لله ذعفنا ابتلى به كثيرا من خلقه حتى تعلم، وهو أغنى وأقنى، هو الذي يغني وهو الذي يفقر. ونحن مشكلتنا العويص يا أخوان، إحنا في التوحيد صفر إلا ما رحم الله، ما حد يزعم من هالكلام، نحن في التوحيد صفر على الشمال وصفر على اليمين وصفر في كل حاجة، عرفنا كل شيء وجينا في التوحيد أصبحنا صفر. تجد الإنسان في يومه لو يعد الكلمات المخالفة للعقيدة التي ينطقها والاعتقادات الفاسدة التي في نفسه يجدها أكثر من أن تحصى. ارجعون في اليوتيوب اكتبون قصة جاسم مطوع الملياردير، مش مليونير، ملياردير، بلغت ثروته يوما يا إخواني قرابة 1 مليار دينار كويتي، يعني كم؟ 12 مليار ريال، وها هو الآن يعيش على 500 دينار يعني حوالي 6000 ريال ولا كذا تأتيه من الشؤون الاجتماعية. سأل الله أن يلطف بنا وبه وأن يعافينا وابتلى به كثيرا من خلق. لكن نقول هذا الكلام حتى لا يشرقن أحد بأنه يوم من الدهر في بحبوحة لا نقول، وهو أغنى وأقنى. المعتمد بن عباد وزير الدولة في ذلك الزمان، مين مثل معتمد بن عباد؟ تمر به الأيام فيعدو العادي على دولته ويأخذونه أسيرا في أغمات من أرض المغرب، ويأتيه بنياته في يوم عيد أثمالهن بالية مقطعة، وكان شاعرا أديبا يقول ساءك العيد في أغمات مأسورة، يأتينك بنياتك مقطعة أثمالهن لا يملكن قطميرا، كأنهن يوما لم تخطئ كأنهن يوما لم تخطئ أقدامهن في مسك وكافورة. إيش قصة المسك والكافور؟ يقول لك في إحدى الأيام هو في قصره الواري في بلاد الأندلس نزل الغيث، فنزلن الجواري يلعبن في الماء والطين، فأقسمت زوجته وبنياته أن يلعبن مثل الجواري. قال لا، كيف بنت الملك تنزل تلعب فين؟ في الماء والطين. طيب احنا أقسمنا الآن بر لنا قشمنا. قال ما في مشكلة، نجيب مسك ونجيب كافور ونجيب زعفران ونعمل لكم خلطة ونرميها لكم في الأرض تنزل تلمس رجلك فين؟ في المسك والكافور. لما حسبنا الحسبة هذه بأموال القدماء لقيناها تعادل في ذلك الوقت 100,000 ريال، طين ب100,000 إيش ريال. تمر الأيام بنياته يغزلن، ما عندهم، خلاص راح أبوهم، راحت الدنيا كلها، راح الملك، لكي يقتتنا فأصبحنا يغزلن للناس. فلما أتينه في تلك الملابس البالية فإذا به يبكي ويتتحدر دمعاته ويقول كأن أقدامهن يوما لم تطأ في مسك وكافورا. فلذلك الإنسان ما يغتر بطول العيش إنسان أبدا، ولا يغتر بالمال إنسان، هي عارية مستردة في أي لحظة، إما أن تذهب عنها أو أن تذهب هي عنك. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين، فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله. ولذلك عز وجل السماوات والأراضين في الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي موضع قدمي الرحمن على ما يليق بجلاله وكماله. وما الكرسي في العرش
إلا كحلقة في فلا، إلا كحلقة في فلا. نعم. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموا. أيوة، يعني ربنا قائم هو القيوم على كل نفس بما كسبت، كل نفس من هذه الأنفس. روى الطبراني وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الله ينفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق السماوات والأرض ربنا ينفق على عباده تبارك وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقة تبارك وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، يذهب للأضرحة ويدعوها الرزق من دون الله عز وجل، فيقول الله عز وجل مبكتا لهم: قل سموهم أم تنبئونه بما يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات، المدبر لكل الكائنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.